بص يا جماعه، هو النسبه عندنا هتبقى ريشيو، النسبه هتبقى ريشيو. طب التناسب هيبقى بروبورشن، بروبورشن. مقياس الرسم هيبقى دروينج سكيل، دروينج سكيل. طب النسبه المئويه هتبقى برسنتج، برسنتج. طيب دي لما اجي اقراها اقراها ايه؟ 10%، 10%. طب المعدل اللي هو ريت، المكسب اللي هو بروفيت، بروفيت اللي هو المكسب. طيب الخساره اللي هي هتبقى، طبعا كل الحاجات دي يا جماعه قبلها ازاي؟ يعني المفروض اقول ذا برسنتج، ذا دروينج سكيل ده، بس انا طبعا بالتسهيل يعني بقول اللي هي المصطلح نفسه، بدل ما اكتب كلمه ذا في كله يعني. طيب هنا ذا بروفيت اللي هو المكسب، الخساره ذا لوس، لوس اللي هي الخساره. ثمن الشراء بيبقى اسمه كوست برايس، كوست برايس بيختصروه سي بي، سي بي. طيب بالنسبه لثمن البيع، احنا عارفين المساله اللي عندنا اللي هي شراء مكسب بيع، بيبقى سيلينج برايس، سيلينج برايس اللي هو ثمن البيع. طب بالنسبه لياسمين ما دخلت، طب اوكي تمام، بالتالي كده معظم الناس دخلت يعني. طيب سيلينج برايس اللي هو ثمن البيع، الخصم هيبقى ديسكاونت، ديسكاونت. طبعا قبل الخصم هيبقى بيفور ديسكاونت. والامريكان يا جماعه او الاجانب عندهم برضو في كلمه اللي هي للخصم اللي هي يقول لك اوف، او دبل اف كده، او دبل اف. وساعات بيكتبوا كلمه سيل اللي احنا بنشوفها حتى على المحلات لما بيكون في تخفيضات، يا يعني بيكتبوا سيل يا يعني بيكتبوا ايه اوف، او دبل اف، يعني مش اف واحده، اتنين اف. دي برضو معناها يعني مثلا يقول لي ايه 10% اوف، او دبل اف يعني معناها خصم 10%. طيب بعد الخصم اللي هو طبعا افتر ديسكاونت، افتر ديسكاونت. طيب اوكي. طيب في بعد كده يا جماعه الطول في الرسم بيبقى لينث ان دروينج، لينث الجي سايلنت، جي سايلنت، لينث ان دروينج. طب الطول الحقيقي هيبقى لينث ان رياليتي، لينث ان رياليتي. هي اصلا ريل يا جماعه ما بيقولش ريال، ريل يعني حقيقي، فبيقول ايه لينث ان رياليتي اللي هو الطول او حقيقي. التكبير بيبقى اسمه ماجنيفيكيشن، ماجنيفيكيشن. التصغير اسمه ريدكشن، ماجنيفيكيشن اللي هو مثلا بكون انا بكبر زي الحشره، الحشره اللي هي بتبقى انسكت، الحشره اللي هي دايما يجيبوا مثال الحشره انسكت اللي هي الحشره. تمام، هو مش مصطلح رياضي بس نعرفه يعني، اللي هو الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اللي هو بيجيب لي مثلا حشره تم تكبيرها وبتاع في المساله انسكت. طيب فاقوله تاني كده عشان الناس لسه داخله. يبقى النسبه المئويه ريشيو مش ريتيو يا جماعه، ريشيو. التناسب بروبورشن، بنحاول نخلي البي بي فور بن يعني بي تقيله، بروبورشن. مقياس الرسم هيبقى دروينج سكيل، دروينج سكيل. النسبه المئويه برسنتج، برسنتج. لما اجي اقول 10% اقول ايه 10%، 10%. طب المعدل هيبقى ريت، ريت اللي هو المعدل. المكسب هيبقى بروفيت، بروفيت اللي هو المكسب. الخساره هتبقى لوس. ثمن الشراء كوست برايس سي بي. طيب ثمن البيع هيبقى سيلينج برايس. انا بحاول بس اكتب المصطلحات يا جماعه بالنسبه للناس لسه داخل بس عشان ما يسمعونيش، بحيث لو دي المحاضره الاخيره يبقى احنا على الاقل عارفين المصطلحات حتى يعني. يعني ممكن ما لحقناش نشرح الدروس كلها، طبعا اكيد مش هنشرحها، مش هنشرحها كلها، فنبقى حتى عارفين المصطلحات على الاقل. سيلينج برايس اللي هو ثمن البيع. الخصم هيبقى ديسكاونت، ديسكاونت. قبل الخصم هيبقى بيفور ديسكاونت، بيفور ديسكاونت. بعد الخصم هيبقى افتر ديسكاونت، يعني بعد الخصم. طب الطول في الرسم هيبقى لينث ان دروينج، لينث ان دروينج. الطول الحقيقي هيبقى لينث ان رياليتي، ان رياليتي. طب التكبير هيبقى ماجنيفيكيشن، التصغير هيبقى ريدكشن. تمام، الحشره مثلا اللي بتيجي في مساله مقياس الرسم بيبقى اسمها انسكت، انسكت الحشره. تمام. طيب لو جينا برضو اتكلمنا عن المصطلحات اللي هي بتاعت اعدادي برضو،
انا بقول المصطلحات على اساس ايه يعني، لو ما لحقناش فاحنا برضو حتى عارفين يعني المصطلحات. إيه طبعا في برضو في سنه سته في برايمري 6 بنلاقي بعض المصطلحات زي ايه؟ في ناس لسه بتكتب. في برضو مصطلحات زي يا جماعه زي اللي هي الحاجات بتاعت الحجم وال متوازي المستطيلات والحاجات دي. طيب ممكن نقول الفوليوم اللي هو الحجم. طب المساحه يا جماعه عامه اسمها اريا. المساحه المحيط اسمه بريمتر. بريمتر ده المحيط. وده الحجم وده المساحه وده المحيط. طب المساحه الجانبيه lateral surface area. lateral surface area اللي هي نقدر نقول الايه؟ المساحه الجانبيه. هو اصلا surface يعني سطح. فlateral surface area يعني مساحه السطح الجانبيه. طيب في بقى عندنا total surface، دي باختصارها ايه يا جماعه؟ باختصارها ال اس اي. يعني اختصار lateral surface area. طيب المساحه الكليه بقى اختصارها ايه؟ بيقولوا عليها ايه؟ total surface area. total surface area يعني المساحه الكليه. واختصارها ايه بقى؟ تي اس اي. تي اس اي يعني خدوا اول حرف من كل كده. total surface area. ده بالنسبه للمساحه الجانبيه والمساحه الكليه. في عندنا ايه تاني؟ ده بالنسبه للحجوم. في عندنا بقى اسماء الاشكال. طبعا المكعب اسمه ايه؟ اسمه كيوب. ده المكعب الاول. المجسمات دي كلها يا جماعه اسمها اسمها ايه؟ اسمها سوليدز. المجسمات دي كلها اسمها سوليدز. سوليدز يعني المجسمات اللي هي زي المكعب وزي الحاجات دي. المجسمات. طيب في عندنا منهم ايه؟ في عندنا كيوب. كيوب اللي هو المكعب. في عندنا كيوبويد. كيوبويد اللي هو متوازي المستطيلات اللي هو شكل علبة الكبريت ده. في عندنا الكون. كون اللي هو المخروط. بس طبعا ده انا مش مطالب اجيب حجمه يعني في ايه؟ في ابتدائي او اعدادي او كده، بس بنعرفه ده كون اللي هو المخروط. بس هنلاقي مثلا في ثانيه ابتدائي بيجيب الاشكال دي للولاد ويقول له ايه؟ ماتش يعني وصل. طيب المخروط. في عندنا الاسطوانه اللي هي ايه؟ كده اللي هي سيلندر. سيلندر. سيلندر اللي هي الايه؟ الاسطوانه. اللي هي شبه علبه الكنز كده يعني. الاسطوانه. طب في عندنا ايه ثاني؟ مكعب متوازي المستطيلات. المخروط. الكوره. الكرة يا جماعة ما اسمهاش بول. بول دي اللي هي الكرة اللي هي العيال بيلعبوا بيها في الشارع. لكن أي شكل كروي في الماث بيسموه سفير. سفير. في الهرم والمنشور يا دكتور. اه انا هكتبه مكتوب. سفير اللي هي الكرة. تمام؟ طيب الهرم اسمه يا جماعة اسمه بيراميد. اللي هو الهرم. بيراميد ده هرم. المنشور اسمه بريزم. المنشور اللي هو بيبقى عامل ازاي كده؟ يعني عامل كده. الحمد لله. طب المنشور يا جماعه لو هو ثلاثي، لو هو ثلاثي يقول لك عليه ايه؟ تريانجولار. تريانجولار بريزم. ليه بقى؟ لان تريانجل اصلا يعني يعني اللي هو ثلاثي. فتريانجولار بريزم يعني منشور ثلاثي. تمام؟ ده المنشور الثلاثي. طيب معلش انا هنكتب بس المصطلحات يا جماعه عشان الناس بس لسه داخله. بقول تاني هنكتب المصطلحات عشان لو ما لحقناش يعني شرح الدروس نبقى على الاقل ايه يعني عارفين المصطلحات يعني. طيب بحيث لو كانت اخر محاضره او يا ريت لو في محاضرات تانيه يبقى افضل يعني، كنا نشرح الدروس بتاعت الحاجات دي والافكار بتاعتها وكده. طيب ماشي. منشور ثلاثي اللي هو تريانجولار بريزم. تريانجولار بريزم. طيب ده بالنسبه لايه؟ للمنشور الثلاثي. وقلنا الهرم
طيب بيتهيألي مفيش اشكال تانية يعني ايه سوليدز تانية يعتبر. تمام طيب سوليدز طبعا زي ما اتفقنا اللي هي المجسمات. هناخد بقى الاشكال اللي هي ايه تو دايمنشنز زي مين؟ اللي هم يا جماعه دايمنشنز اصلا يعني ابعاد. دايمنشنز ابعاد. هو طبعا المثلث هنتكلم عنه بالتفصيل لان له انواع طبعا. طب حضراتكم يعني ال دايمنشنز اللي هي الابعاد عامه. دايمنشنز اللي هي الابعاد. فالاشكال اللي هي لا اللي لها بعدين يعني طول وعرض. الطول اسمه لينث، العرض اسمه ويدث، بس مطلع لسانك في اتش يا جماعه. يبقى ده الطول وده العرض. جميع الاشكال اللي هي لها بعدين طول وعرض بيسموها تو دايمنشنال شيبس. شيب يعني شكل. تو دايمنشنال شيبس اللي هي نقدر نقول اشكال ثنائيه البعد. ثنائيه البعد يبقى تو دايمنشنال شيبس اللي هي الاشكال الثنائيه البعد. طيب الـ الاشكال اللي هي ثلاثيه البعد زي لا لينث ويدث وهايت. هايت يعني ارتفاع، اللي هو بقى زي الكيوبيد والكيوب والحاجات دي. هايت يعني ارتفاع. بيسموها ايه يا جماعه؟ بيسموها برضو نفس القصه، اللي هو بيحطوا شرطه صغيره كده. الشرطه دي بتدي معنى ادجكتيف يعني صفه، يعني الاشكال اللي لها بعدين. طب الاشكال اللي لها ثلاث ابعاد برضو هيسموها ثري، اللي هم السوليدز يعني. بس السوليدز بتشمل كله يعني، بتشمل اللي لها زي اللي لها بعدين زي مثلا زي الكيوب والكيوبويد اللي لها ثلاث ابعاد. سوري زي الكيوب والكيوبويد، وبتشمل الاشكال الثانيه اللي مالهاش ابعاد اصلا زي مثلا زي الاسطوانه زي الكون، ده مالوش ابعاد يعتبر. طيب يعني مالوش طول وعرض وارتفاع يعني اصلا. هو له ارتفاع ممكن بس مالوش طول وعرض. انما الاشكال اللي لها طول وعرض وارتفاع بيسموها ثري دايمنشنال شيبس، يعني اللي هي الاشكال الثلاثيه. اشكال نقدر نقول اشكال ثلاثيه الابعاد. ثلاثيه الابعاد. طيب ده بالنسبه لدي. في عندنا ايه تاني برضو؟ الاشكال بقى ثنائيه الابعاد زي مين؟ زي الريكتانجل. ناخدهم من الاول، ناخدهم من اول الباراليلوجرام. باراليلوجرام يا جماعه اللي هو متوازي الاضلاع. باراليلو جرام ده اللي هو متوازي الاضلاع. طيب في عندنا المستطيل. المستطيل اللي هو، وطبعا معلش انا المفروض اشرح كل درس من دول بس انا ما اعرفش الى الان والله دي المحاضره الاخيره ولا لا، فان شاء الله لو في محاضرات تانية هنشرح في الدروس دي بالتفصيل، بس يعني كحل مؤقت اذ ربما تكون المحاضره الاخيره. ده كده يا جماعه اللي هو المستطيل هيبقى ريكتانجل. ريكتانجل اللي هو المستطيل. طيب المربع هيبقى اسمه سكوير. سكوير. طيب ده المربع. المعين عشان بقى لما يدخل في اعدادي، المعين هيبقى اسمه يا جماعه؟ المعين عامل كده. المعين هيبقى اسمه رومبس. رومبس الاتش سايلنت، مش رومبس بقى لا، رومبس الاتش سايلنت ده اللي هو المعين. طب في هيبقى في عندنا شبه المنحرف. شبه المنحرف عامل ازاي؟ عامل كده. شبه المنحرف بيسموه ترابيزيوم. ترابيزيوم والجماعه اللي هم بتوع الاي جي وكده بيسموه ترابيزويد. يعني انت لو لقيت كلمة ترابيزيوم او كلمة ترابيزويد هما الاثنين بمعنى واحد اللي هو شبه منحرف. تمام؟ طيب ده بالنسبة لايه؟ لشبه المنحرف. في عندنا ايه تاني؟ المستطيل المربع. المعين. في حاجة تانية؟ في بقى المثلث طبعا، بس ده مش تو دايمنشنال شيبس يعني، اللي هو المثلث ممكن نقول عليه ايه؟ المثلث اللي هو تريانجل. هناخد انواع المثلث برضه. وفي الدايره اللي هي يا جماعه الدايره اللي هي سيركل. سيركل دي اللي هي الدايره.
القطاع الدائري يا دكتور. حاضر، القطاع الدائري اللي هو سيركولار سيكتور، اخليها في السبوره الجايه، ماشي ممكن اخليها لك هنا عشان اقول مع القطعه الدائريه، مع القطعه الدائريه برضه. القطاع الدائري يا جماعه اللي عامل شكل حته الجبنه النسو ده، ده بيسموه ايه؟ بيسموه عامل كده، بيسموه سيركولار سيكتور. سيركولار سيكتور ده قطاع دائري. طيب في ثانوي بقى القطعه الدائريه عامله زي كل حته رغيف عيش كده اتقطع، دي بيسموها قطعه دائريه، بيسموها سيركولار سيجمنت، بيسموها قطعة دائرية، سيركولار سيجمنت. تمام؟ طيب ده بالنسبة للقطاع الدائري والقطعة الدائرية. طيب القطاعات الدائرية في أصلا شكل بيمثله بالقطاعات الدائرية، لو اللينك فصل يا جماعة خشوا تاني على نفس اللينك يا صاحبي، اللي هو الباي شارت. الباي شارت يا جماعة اللي هو الشكل اللي بيمثله بالقطاعات الدائرية في سنة ستة. شارت أصلا يعني شكل توضيحي. باي ده اسم العالم اللي اخترعه، اللي هو التمثيل بالقطاعات الدائرية. القطاعات الدائرية اللي هو لو نفتكر اللي هو عامل كده ده، يعني مثلا يقول لك هنا ايه؟ هنا ده مش عارف فوتبول، كرة القدم، وهنا تنس كده يعني، تنس كده يعني. ده اللي هو شكل التمثيل بالقطاعات الدائرية. بيسموه ايه؟ بيسموه باي تشارت. طيب في عندنا ايه تاني؟ بالنسبة بقى للتراينجل، ماشي نكتب بس شويه حاجات هنا. ممكن نكتب شويه حاجات برضو من بتاعه الاحصاء، والترانجل هخليه لوحده في سبوره لوحده. مثلا بالنسبه للدايره، دايره يا جماعه خد بالك المركز بتاعها اسمه سنتر. سنتر بص، في الناشونال بيكتبوها الاي بعد الار، في الانترناشونال بيكتبوا الاي قبل الار، هي على فكره هي. فده مركز الدائره، مركز الدائرة. طيب نصف قطر الدائرة بقى، نصف قطر الدائرة يعني كده، نصف القطر يسموه ايه؟ يسموه ريديوس. ريديوس اللي هو معلش يا جماعة أنا آسف، البرد مبهدلني شوية. نصف قطر الدائرة، طيب ده اللي هو الايه اللي هو ريديوس. طب لو كذا ريديوس يا جماعه، لو كذا ريديوس يعني انصاف اقطار مثلا، يعني نصفين قطر مثلا، دايما باختصار الامر تو راديوي. بص كده جمع غريب شويه، مش ريديوس بقى، لا تو راديوي، يعني نصفي قطر، نصفي قطر. طيب القطر نفسه اسمه ايه بقى؟ اسمه ديامتر. القطر نفسه بس ده قطر الدائرة، ولكن القطر بتاع المربع والأشكال دي يا جماعة، القطر بتاع المربع والحاجات دي بيسموه إيه؟ بيسموه دايجونال. دايجونال ده بقى اللي هو مثلا قطر المربع، قطر متوازي الأضلاع، الكلام ده كله بيسموه إيه؟ دايجونال. لكن قطر الدائرة مميز شوية، بيسموه دايمتر. حتى إحنا قلنا إيه؟ المحيط اسمه بريمتر، ده بالنسبة للأشكال كلها. تيجي في الدائرة بقى اسمه غريب شويه، بص يا جماعه، سير كوم فرانس. سير كوم فرانس ده اللي هو محيط الدائره، محيط الدائره، مع ان محيط اي شكل تاني، يعني محيط اي شكل غير الدائره، مربع مستطيل كلام زي كده، يتقال عليه ايه بقى؟ يتقال عليه بريمتر. ولكن الدائره مميزه شويه، يتقال عليها ايه؟ يتقال عليها سيركمفرنس. سيركمفرنس اللي هو ايه؟ المحيط بتاعها. ده بالنسبه لايه؟ للحاجات دي. المساحه كده كده اسمها اريا، المساحه كده كده اسمها اريا، ما فيهاش فن يعني، ما فيهاش اختلاف. اريا اللي هي المساحه، مساحه دايره بقى، مساحه مربع، مساحه اي حاجه اسمها ايه؟ اريا، ما فيهاش اختلاف.
طيب القوس بتاع القوس بتاع الدائره اسمه ايه؟ اسمه ارك. ارك اللي هو قوس الدائره، قوس الدائره. تمام؟ ده بالنسبه لي. طيب لو اتكلمنا عن ايه مثلا؟ برضو يبقى قوس الدائره برضو ارك. طيب لو جينا نتكلم بقى عن المثلث على اساس ايه؟ المثلث عندنا يعني في شغل شويه، يعني في حاجات كتير في المثلث. فيقوم يقول لك ايه؟ انواع المثلث طبقا لاضلاعه. فيقول لك ايه؟ يقول لك types of triangle. بص يا جماعه الكلمه دي according to، according to يعني طبقا ليه؟ يبقى types يعني انواع، according يعني طبقا ليه، انواع المثلث طبقا ليه. طبقا ليه بقى؟ مثلا لاطوال اضلاعه، to lengths of its sides. مش كده؟ يعني طبقا لاطوال اضلاعه، يبقى ده معناها انواع المثلث طبقا لاطوال اضلاعه. طبعا عندنا ثلاث انواع، ثلاث انواع اللي هم مين؟ المثلث المختلف الاضلاع. مختلف الاضلاع بيبقى اسمه يا جماعه؟ اسمه سكيلن، سكيلن تراينجل. ده معناه مثلث مختلف الاضلاع. طب المثلث المتساوي الصخري هنسميه ايه؟ ايسوسيلس تراينجل. يبقى ده مثلث متساوي الساقين. تمام؟ هو كل واحد من دول زي ما انا قلت لحضراتكم برضه، عشان يعني طبعا كل واحد من دول المفروض له شرح، يعني بس احنا ايه؟ نحاول بس ننجز الحاجات دي. المصطلحات بس عشان ايه لو دي اخر محاضره. طيب مثلث متساوي الساقين اللي هو ايسوسيلس ترايانجل. طيب في عندنا بعد كده مثلث متساوي الاضلاع اللي هو بيسموه يا جماعه؟ ايكوي لاترال ترينجل. الكولاتر ترينجل يعني مثلث متساوي الاضلاع، ايكويلاترال ترينجل. طيب لو جينا بقى بالنسبه لايه؟ لقياسات زوايا. ماشي؟ يعني ممكن نقول ايه؟ نسمي دي رقم واحد، نقول مثلا types of triangle، انواع المثلث according تو. عايزين نقول بقى قياسات، قياسات يا جماعه اسمها ميجرز مش ميزرز، ميجرز كان فينا جيم كده، ميجرز اوف اتس انجلز. يبقى طبقا لقياسات زوايا، ده كده نوع المثلث طبقا لقياسات زوايا، نوع المثلث طبقا لقياسات زوايا. طب طبقا لقياسات الزوايا يبقى عندنا ايه يا جماعه؟ عندنا المثلث اللي هو القائم، وعندنا المنفرج، وعندنا اللي هو حد الزوايا. طيب الحد الزوايا، المثلث الحد هنسميه ايه؟ هنسميه اكيوت انجلد ترينجل. ده الحد اللي هو عامل كده. طيب القائم هنسميه ايه؟ بصوا يا جماعه القائم، المثلث القائم هنسميه رايت انجل. اصلا اكيوت يعني زاويه حد، اكتبها لكم بس في السبوره اللي جايه. رايت يعني زاويه قائمه، فبيسموه رايت انجل. بص يا جماعه الشرطه الصغيره دي معناها ايه؟ الشرطه الصغيره دي بتدي له يعني معنى الصفه شويه، يعني المثلث اللي زاويته قائمه، رايت انجل ترينجل. طيب لو هو كده، لو زاويته منفرجه فيسموه ايه؟ يسموه اوبتيوس انجل ترينجل، اوبتيوس انجل ترينجل.
يبقى لو هي زاويه حاده يقول عليها اكيوت انجل ترانجل، لو مثلث قائم الزاويه يسموه رايت انجل ترانجل، لو منفرج الزاويه يسموه ايه؟ اوبتيوس انجل ترانجل. تمام؟ اوبتيوس اللي هي ايه؟ منفرج. طب لو جينا بصينا بعد كده على ايه؟ على ال، بسم الله الرحمن الرحيم. في برضه عندنا الزوايا نفسها. يعني الزوايا نفسها واسمائها. طالما احنا اتكلمنا بقى في الجيومتري برضه. نقول انواع الزوايا. متوسطات المثلث وارتفاعاته. ما انا هقول الحاجات دي كلها ما تقلقش. طالما احنا ماشي، طالما احنا لسه في ماشي. المثلث مفيش مشكلة، صح كده؟ ممكن نقول يا جماعة متوسط المثلث اسمها ميديان، ميديان اوف ترانجل. ليه ايه؟ متوسطات المثلث ميديان. طيب ارتفاعاته بقى هايتس، بصوا الجي سايلنت، هايتس اوف ترانجل دي ايه؟ ارتفاعات